صباح الخير دكتور بشار. صباح الخير. أهلا وسهلا دكتور. شو الصعوبات اللي بتواجهك بعمليات تجميل الأنف المعادة؟ سؤال جميل بصراحة. يعني دائما إحنا كجراح أنا يعني عنده خبرة 30 سنة في هذا المجال، 70% من عملياتي هي عمليات معادة، يعني تجيني من عمليات معادة من جراحين آخرين، مرضى ما هن مسرورين من العملية. طبعا هون العملية هي مو سهلة أبدا على الجراح، لأنه أول شيء المريض بعد العملية اللي أنا بدي أساويها بينسى كل المشاكل اللي سابوا لها الجراحين الساقين. حمي لما نسوي العملية وعمليتين وثلاثة وأربعة بقى، نحن بنسوي العملية الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فهدول المرضى بعد ما عمليتنا بينسوا كل شيء خربوه ودمر بأنفهم، بيجوا بقى لعندي الجراح آخر واحد وبينسكوا. والجراح اللي هو الأخير اللي هو بتاع حكايتنا مهمته كتير صعبة، لأنه مهمته مو بس فقط تجميل، التجميل بيشكل ولا 10% من عملية، هو مهم شيء التصليح التصليح وإعادة البناء مرة ثانية. آسف صوتي وحدين رمضان. فالتصحيح وإعادة البناء مرة ثانية، بيكون عندنا الغضاريف معصمة من شالة، الأنف كله التصاقات وتليفات وانكماشات جوا. فإذا الجراح حسن يحسن 40-50% 60% بيكون صراحة نتيجة أكثر من رائعة، لأن دائما يكون الأنف مشوه دائما، ونحن هدفنا نوصل الأنف تقريبا طبيعي أو شبه طبيعي. ما فينا نعطي أنف جميل طبعا، مستحيل. والمريض دائما قد ما بنفهمه قبل العملية بنشرح له بنكتب وقع وراء، بيرجع بعد العملية بينسى كل شيء وبده أنف بيرفكت. هي مشكلة. ونحن احنا صراحة نحن كثيرة كبيرة، إنه احنا من ناحية إنسانية أنا ساعده المريض ولا ما ساعده؟ إذا ما ساعدته ضميري بيأنبني، وإذا ساعدته بعد العملية بيساوي لي 100 مشكلة، يرجع على العيادة 50-60 مرة شوف ويسا كل الجراحين المرضى العمليات السابقة اللي كل المشاكل يسوي الجراحين السابقين. فبالتالي ذلك نحن الآن كيف يعني حل المشكلة هو الوقاية طبعا، مشان الآن يعني الناس تنتبه دائما تختار الجراح الخبير من البداية، ما يسترخصوا. الناس كده بتلحق الفلوس بتلحق الرخص، يا حبيبي الجراحة ما في رخص، يا حبيباتي ما في رخص بالجراحة. أنا ما عم أشتري عفوا ممكن مشان شنطاية ولا عم أشتري أي سلعة، بالجراحة ما في رخص، بالجراحة في ثمن الخبرة. واحد عنده خبرة 30 سنة فرق، واحد عنده خبرة سنتين ثلاثة أربعة بس بهذا المجال، واحد عمره 30 سنة بين واحد عمره 60 سنة، في خبرة. الخبرة هي حقها مصاري. فالجراحة ما فيها استرخاص، فدائما شوفوا الجراح الأفضل، الجراح الخبير اللي عنده خبرة كبيرة، عنده باك جراوند قوي، باك جراوند علمي، باك جراوند جراحي قوي. شكرا كثير.